لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ إن شاء الله المحاضرة 6 اليوم، وأنا طبعا باقي التنسيق الهرموني في جسم الإنسان. نذكر بعضنا باللي حصل قبل كده. إحنا جهاز هرموني، عرفنا الغدد او انواع الغدد في جسم. عرفنا ان عندي في خارجي غدد لا قنويه ذات افراز داخلي وبسميها رماء، الغدد المختلطه. اخذنا الاوكسينات واهميه الاوكسينات. اخذنا بعد كده الغده النخاميه من الغدد الصماء، و تتكون، عرفنا ان هي بتتكون من جزء عصبي وجزء غدي، واخدنا الهرمونات الجزء العصبي وهرمونات الجزء الغدي. اليوم بمشيئة الله بنكمل الباقي الغدد الصماء والغدة رقم 2 وهي الغدة الدرقية. الغدة الدرقية، لو احنا جينا نتعرف على الغدة الدرقية ومكانها زي ما واضح قدامنا كده، توجد في الجزء الأمامي من الرقبة ملاصقة للقصبة الهوائية، وهي غدة حويصلية بتميل للون الأحمر، واضحة قدامنا قوي، وتحاط بغشاء من نسيج ضام، ولها فصين بينهما برزخ. الغدة الدرقية هي أكبر الغدد الصماء حجما، يعني هي أكبر غدة من الغدد الصماء في الجسم هي الغدة الدرقية، وعند تضخمها تظهر بانتفاخ أمامي في الرقبة. يطلق عليها أيضا غدة النشاط. الغدة الدرقية بيطلق عليها غدة النشاط، ونبدأ نتعرف على إجابة السؤال ده بعد شرح الغدة الدرقية. وظيفة الغدة الدرقية هي إفراز هرموني الثيروكسين والكالسيتونين. بتفرز هرموني الثيروكسين والكالسيتونين. الثيروكسين بهذا الهرمون أو هذا الهرمون يدخل في تركيبه أو يدخل في بنائه عنصر اليود. لذا عنصر اليود مهم جدا لنشاط الغدة الدرقية، حيث أنه يدخل في تركيب هرمون الثيروكسين. الكالسيتونين وهو يؤدي إلى تقليل نسبة الكالسيوم في الدم ويمنع سحبه من العظام، أي أن هذا الهرمون الكالسيتونين يحافظ على نسبة الكالسيوم في العظام والدم. نشوف تأثير الثيروكسين. نبدأ بالثيروكسين. هرمون الثيروكسين بيقوم هذا الهرمون بمؤثرات أو عديد من المؤثرات على أجزاء عديدة من الجسم. أولا، هذا الهرمون أول حاجة فيه يؤثر على عمل معدل الأيض الأساسي ويتحكم فيه. نرجع تاني لوظيفة الهرمونات، وهي الوظيفة الأساسية للهرمونات زي ما قلنا الدور اللي فات أو المحاضرة السابقة، بأن لها دور في التمثيل الغذائي أو الأيض، يعني عملية الأيض، إما أن يحترق الغذاء لإنتاج الطاقة وبسميها عملية هدم المركبات الغذائية، أو بناء المركبات البسيطة أو استخدام المركبات البسيطة لبناء مركبات أعقد أو مركبات معقدة في الجسم بيحتاجها الجسم، وهي عملية البناء. هنا بقى بيؤثر على معدل الأيض الأساسي ويتحكم فيه. ده هرمون الثيروكسين. نمرة 2، نمو وتطور القوة العقلية والبدنية، وده في علاقة ما بينهم. يتحكم في معدل الأيض الأساسي، يبقى في عند طالما في عند انتظام في عملية الأيض يبقى في نمو في وتطور في القوة العقلية والبدنية بسبب الطاقة. أيضا يحفز امتصاص السكريات الأحادية من القناة الهضمية، وهنا واقفة.
لهرمون الغدة الدرقية أو هرمون الثيروكسين أثر في انتظام نسبة السكر في الدم، أي من الهرمونات التي تؤثر على معدل السكر في الدم هو هرمون الثيروكسين، بس بدور غير مباشر. علل، لأنه بيحفز امتصاص السكريات الأحادية من القناة الهضمية. أخيرا، بيحافظ على سلامة الجلد والشعر. يبقى احنا نرجع تاني نقول وظيفة الهرمون الثيروكسين علشان نشوف الاختلال في إفرازه هيسبب إلى إيه أو يؤدي إلى إيه. أولا، بيؤثر على معدل الأيض الأساسي ويتحكم فيه. اتنين، نمو وتطور القوى العقلية والبدنية في الجسم. تلاتة، امتصاص السكريات الأحادية من القناة الهضمية، وبكده يبقى له دور غير مباشر في تنظيم نسبة السكر في الدم. يحافظ على سلامة الجلد والشعر، وده برضه ليه علاقة بمعدل الأيض الأساسي. هرمون الكالسيتونين يعمل على تقليل نسبة الكالسيوم في الدم وسحبه من العظام، أي يحافظ على بت الكالسيوم في الدم. طبعا بيقلل نسبة الكالسيوم في الدم ويمنع سحبه من العظام. وفي عندي هرمون تاني بيسنده، وهو هرمون الباراثيرمون، اللي لسه هناخده إن شاء الله في الجرعات الدرقية. طيب، ماذا يحدث إذا نقص إفراز الثيروكسين؟ لما ينقص هرمون الثيروكسين إيه اللي هيحصل؟ اللي احنا بنقول عليها أمراض الغدة الدرقية. نقص إفراز الثيروكسين هيديلي تضخم بسيط. التضخم البسيط معناه إن عندي فيه نقص حاد في إفراز الثيروكسين في مرحلة الطفولة، ده بيؤدي إلى مرض الكسر أو القماءة. مرض القماءة بيكون الجسم قصير والرقبة قصيرة والرأس كبيرة وعنده تأخر في النضوج العقلي والنضوج الجنسي. تأخر في النضوج الجنسي. طب إذا نقص هذا إفراز هذا الهرمون بعد البلوغ، بيدي لحالة اسمها مايكسوديما، اللي هي بنقول عليها فيها بيقل، احنا قلنا في عند يتحكم في معدل الايض الاساسي، بيقل احتراق الغذاء داخل الخلية او الجلوكوز داخل الخلية او اكسدة الجلوكوز داخل الخلية، فيؤدي الى نقص الطاقة. مما يؤدي الى لما يبقى في عندي نقص في الطاقة، هيبقى في عندي تراكم للدهون تحت الجلد، تراكم الدهون اسفل الجلد، وذلك بيؤدي الى حدوث السمنة، تصل احيانا الى درجة السمنة المفرطة. وهذا المريض لا يتحمل البرودة، بالرغم من ان في سمنة مفرطة الا انه لا يتحمل البرودة. ليه بقى؟ وذلك لهبوط مستوى التمثيل الغذائي. فعندي هبوط في مستوى التمثيل الغذائي، يبقى عندي اول حاجة مرض الميوكسيديما، بنسميه مرض السمنة. ليه؟ لأن بتتراكم نتيجة لهبوط مستوى التمثيل الغذائي. معنى هبوط مستوى التمثيل الغذائي يعني قلة في أكسدة الجلوكوز داخل الخلية، فبيؤدي ذلك إلى تراكم الدهون أسفل الجلد، مما يؤدي إلى مرض السمنة. وهذا المريض يعاني دائما من لا يتحمل البرودة. ليه؟ لهبوط مستوى التمثيل الغذائي. يبقى احنا أخدنا، نرجع تاني لنقص إفراز الغدة الدرقية. نقص إفراز الغدة الدرقية عندما يقل إفراز الغدة الدرقية في مرحلة الطفولة بيديلي مرض يسمى مرض الكسر، اللي أنا بسميه القماءة. مرض الكسر أو إيه؟ أو القماءة. هذا المرض بيؤثر على نمو الجسم، فبيكون الجسم قصير، الرأس كبير، الرقبة قصيرة، ويؤثر في النضوج العقلي للطفل، وقد يسبب له تأخر عقلي وتأخر في النضوج الجنسي. بالنسبة لي المايكسوديما، السبب هنا نقص في إفراز أو نقص حاد في إفراز هرمون الثيروكسين بعد البلوغ.
ده بيعمل ايه؟ مرض الميكسوديما: واحد، زيادة في وزن الجسم لدرجة السمنة المفرطة، هبوط مستوى التمثيل الغذائي فلا يتحمل البرودة، وبتقل ايضا ضربات القلب. في عندي جفاف في الجلد وتساقط في الشعر، ونرجع لأهمية هرمون الثيروكسين بيحافظ على سلامة الجلد والشعر، فهنا لو نقص الهرمون هيؤدي إلى جفاف الجلد وتساقط الشعر. السؤال لما يجي لعلل يقول لي علل: لا يتحمل مريض الميكسوديما البرودة، ليه؟ وذلك لهبوط مستوى التمثيل الغذائي. يعالج هذا المريض بهرمونات الغدة البيضاء أو مستخلصاتها، وذلك تحت إشراف طبي متخصص. وصلت كده؟ نيجي بقى للإفراط أو الزيادة في إفراز الغدة الدرقية لهرمون الثيروكسين، وده بيؤدي إلى التضخم الجحوزي. التضخم الجحوزي. نرجع لسؤال علل تاني. علل: لا يتحمل مريض الميوكسيديما، لا يتحمل مريض الميوكسيديما اللي فينا، بس تكتب ورانا، لا يتحمل مريض الميوكسيديما البرودة، ذلك لهبوط مستوى التمثيل الغذائي. بالنسبة لزيادة إفراز هرمون الثيروكسين، يؤدي ذلك إلى التضخم الجحوزي. أعراضه: انتفاخ الغدة الدرقية، الجزء الأمامي من الرقبة بينتفخ. اتنين، في جحوظ في العينين، في نقص ملحوظ في الوزن. نيجي بقى هنا، زيادة في ضربات القلب، زيادة في ضربات القلب، تهيج عصبي. نعرف كل دليل. أولا، إذا زاد هذا الهرمون يؤدي إلى زيادة أكسدة الغذاء في الخلية اللي احنا بنقول عليه معدل الأيض الأساسي ويتحكم فيه، مما يؤدي إلى أنا محتاج أكسجين كتير، فبالتالي هتزيد ضربات القلب، فبالتالي عملية البناء حدث فيها اختلال، بناء الجسم فيه اختلال هنا، فيؤدي ذلك إلى نقص ملحوظ في الوزن، وهنا بيحصل تهيج عصبي نتيجة هذا الاضطراب. يعالج هذا المريض باستئصال جزء من الغدة الدرقية أو استعمال أدوية أخرى. يبقى تاني، إفراط زيادة في إفراز هرمون الغدة الدرقية اللي هو هرمون الثيروكسين يؤدي إلى حالة التضخم الجحوزي. الأعراض: تضخم ملحوظ في الغدة اللي هو الانتفاخ الجزء الأمامي من الرقبة مع جحوظ العينين، زيادة في أكسدة الغذاء ونقص ملحوظ في الوزن، فيعمل ذلك على زيادة ضربات القلب وتهيج عصبي. طب علاجها إيه؟ العلاج هو استئصال جزء من الغدة الدرقية باستخدام أو استخدام مركبات طبية أخرى، وده حسب الحالة اللي موجودة. بكده يبقى احنا خلصنا الغدة الدرقية. الغدة أو الغدة الثالثة وهي الغدد الجارات الدرقية. الغدد الجارات الدرقية هي عبارة عن أربع غدد. غدة الجارات الدرقية واضحة قدامي، عبارة عن أربع غدد أو أربع أجزاء منفصلة توجد خلف الغدة الدرقية، على كل غدتين على جانبي القصبة الهوائية. بتفرز هرمون الباراثيرمون، كمية هذا الهرمون تعتمد على نسبة الكالسيوم في الدم والعظام. هذا الهرمون والكالسيتونين يلعبان دورا هاما في الحفاظ على مستوى الكالسيوم في الدم ومعدلاته الطبيعية. هرمون الباراثيرمون إذا زاد إفرازه، طبعا هنا بيؤدي إلى زيادة نسبة الكالسيوم في الدم، زيادة نسبة الكالسيوم في الدم عكس الكالسيتونين بيقلل نسبة الكالسيوم في الدم، فكلا الهرمونين يعملان على انتظام نسبة الكالسيوم في الدم والعظام. فعند زيادة هذا الهرمون
لو زاد هرمون البارافيرمون تزداد نسبة الكالسيوم في الدم، تزداد نسبة الكالسيوم في الدم، وبالتالي يسحب هذا يسحب الكالسيوم من العظام، ينتج عن ذلك أن تكون العظام هشة وتتعرض للانحناء والكسر. تاني، والغدة الجراد الدرقية أحيانا بيطلق عليها غدة العظام، تمام، لأن بتحافظ على نسبة الكالسيوم في العظام. فالزيادة هنا في إفراز هذا الهرمون تؤدي إلى زيادة في إفراز هرمون البارافيرمون تؤدي إلى سحب الكالسيوم من العظام اللي هو الكالسيتونين كان بيمنع سحبه من العظام، هنا بقى يعمل على سحب هشة وتتعرض للانحناء والكسر بسهولة. طب لو نقص هذا الهرمون يؤدي إلى أول حاجة هيعملها نقص نسبة الكالسيوم في الدم. طب عند نقص نسبة الكالسيوم في الدم إيه اللي هيحصل عندي؟ السيال هيحدث اضطراب في انتقال السيال العصبي، سواء كان في التشابك العصبي عصبي أو التشابك العصبي عضلي، فبالتالي هيحدث سرعة انفعال وغضب وثورة لأقل سبب، لأن أنا عندي هنا عنصر أيون الكالسيوم مهم جدا في انتقال السيال العصبي خلال التشابكات العصبية، فيؤدي ذلك إلى سرعة انفعال وغضب وثورة لأقل سبب. اتنين، تشنجات عضلية مؤلمة، واحنا أخدنا قبل كده في انتقال السيال العصبي للعضلات العضلة عنصر الكالسيوم مهم جدا أو أيون الكالسيوم مهم جدا في انتقال السيال العصبي إلى العضلات، مما يؤدي إلى حدوث تشنجات عضلية مؤلمة إذا نقص هذا أو إفراز هذا الهرمون. ننتقل بعد ذلك إلى الغدة الرابعة وهي الغدد الكظرية أو بنسميها الفوق كلوية. الغدة أو الغدتان الكظريتان هما غدتان تقع كل منهما فوق إحدى الكليتين، تتكون كل واحدة من منطقتين، منطقة بسميها من الناحية التشريحية والفسيولوجية طبعا بسميها جزء القشرة، والجزء الداخلي بسميه النخاع، ولكل منهم هرمونات تختلف عن المنطقة الأخرى في إفرازها. نبدأ بهرمونات قشرة الكظرية، نبدأ بهرمونات قشرة الكظرية. أولا هرمونات أو مجموعة الهرمونات السكرية، مجموعة الهرمونات السكرية وهي هرمون الكورتيزون والكورتيكوستيرون. الوظيفة تنظيم أيض المواد الكربوهيدراتية. قشرة تاني، طبعا القشرة اللي هي الجزء الخارجي من الغدة، الجزء الخارجي من الغدة، أما النخاع وهو الجزء الداخلي من الغدة، يعني الغدة عندنا متقسمة لجزئين، القلب من جوه ده بسميه النخاع، أما الجزء الخارجي ده بسميه القشرة. القشرة بتفرز هرمونات في الدم مباشرة نتيجة اتصالها بالأوعية الدموية، بنسميها أول حاجة هرمونات مجموعة الهرمونات السكرية وهي الكورتيزون والكورتيكوستيرون، تنظيم أيض المواد الكربوهيدراتية، وظيفتها تنظيم أيض المواد الكربوهيدراتية، ولها دور غير مباشر في تنظيم نسبة السكر في الدم. يعني إيه؟ يعني أنا عندي هرمون الثيروكسين له علاقة بنسبة السكر في الدم بس دور غير مباشر. أيضا هرمونات مجموعة الهرمونات السكرية بيفرزان من قشرة الكظرية ولهم دور أيضا في تنظيم أيض المواد الكربوهيدراتية في الدم. الجزء الثاني أو مجموعة الهرمونات الثانية وهي مجموعة الهرمونات المعدنية اللي هو زي الألدوستيرون أو بيطلق عليها الألدوستيرون، وهي تعمل على الحفاظ على توازن المعادن في الجسم، تعمل على الحفاظ على توازن المعادن في الجسم. هرمونات المعدنية اللي هو الألدوستيرون تؤدي إلى الحفاظ على توازن المعادن في الجسم. ثالثا الهرمونات الجنسية، مجموعة الهرمونات الجنسية هي هرمونات
تفرز من قشرة الكظرية ولها نشاط مماثل للهرمونات الذكرية أو الأنثوية. الهرمونات التي تفرز من قشرة الكظرية لها هرمونات تماثل لها تأثير يشبه الهرمونات الذكرية اللي هو التستوستيرون والأندروستيرون، وأيضا تشبه الهرمونات الأنثوية زي الاستروجين والبروجسترون. فيجي هنا سؤال يقول لي ماذا يحدث إذا اختل التوازن بين إفراز هرمونات الجنسية التي تفرز من قشرة الكظرية والهرمونات التي تفرز من المناسل؟ اختلال في إفراز الهرمونات التي تفرز من قشرة الكظرية والهرمونات التي تفرز من المناسل، إيه اللي هيحصل في الوقت ده؟ قال لي في حالة كده بتظهر اسمها ظهور صفات وعوارض الرجولة عند الإناث أو الذكور عند الإناث وصفات وعوارض الأنوثة عند الرجال. ده إمتى؟ إذا حدث اختلال في إفراز الهرمونات الجنسية التي تفرز من قشرة الكظرية مع الهرمونات التي تفرز من المناسل، في اختلال حصل ما بينهم إفراز المناسل وإفراز قشرة الكظرية في الهرمونات الجنسية، يحدث إيه؟ ظهور صفات وعوارض الرجولة عند الإناث. الأنثى عندها بعض الصفات التي تشبه الرجال، بعض الصفات التي تشبه الرجال صفات الجنسية، تمام، كغلظة الصوت، كظهور بعض الشعر في مناطق من الوجه، ده اسمها ظهور صفات وعوارض الرجولة عند الإناث نتيجة اختلال إفراز الهرمونات التي تفرز من المناسل والهرمونات الجنسية التي تفرز من قشرة الكظرية، وظهور صفات وعوارض الأنوثة عند الرجال، في بعض العضلات الأنثوية بتظهر عند بعض الرجال، واختلاف برضو غلظة الصوت بعد البلوغ في بعض الذكور بعد البلوغ، ده ممكن يكون سببه، يمكن وليس كل حالة بنقول عليها ايه تأثير هرموني، لا ممكن أن يكون السبب هنا اختلال في إفراز الهرمونات التي تفرز من المناسل وهرمونات التي تفرز من قشرة الكظرية. أما إذا حدث تورم في هذه الغدة هي غدة الكظرية يؤدي إلى ضمور في الغدد الجنسية في كلا الجنسين الذكر والأنثى. نقولها تاني، ماذا يحدث إذا حدث اختلال في إفراز الهرمونات الجنسية التي تفرز من المناسل وهرمونات الجنسية التي تفرز من قشرة الكظرية؟ هيحدث عندي هنا ظهور صفات وعوارض الرجولة عند الإناث وظهور وصفات الأنوثة عند الرجال. إذا حدث تورم في قشرة الكظرية يؤدي ذلك إلى حدوث ضمور في الغدد الجنسية في كلا الجنسين. نيجي بعد كده ننتقل إلى هرمونات النخاع، هرمونات نخاع الكظرية، وهو الغدة الكظرية أيضا بتعرف بغدة الانفعال، غدة الانفعال ليه؟ لأن هرمونات النخاع وهي الأدرينالين والنور أدرينالين اللي هو بيطلق عليهم أساسا هرمونات الطوارئ، ليه؟ لأنها هرمونات تفرز في حالة الطوارئ، هرمونات تفرز في حالة الطوارئ، تمام كده. نرجع تاني بس ثانية لهرمون الألدوستيرون، الألدوستيرون اللي هو هرمونات المعدنية، ده مكان إفرازه الغدة الكظرية ومكان عمله، مكان عمله هي أنيببات الكلى، أنيببات الكلى، بيشبه هرمون احنا أخدناه قبل كده برضو بيعمل على أنيببات الكلى اللي احنا بنقول عليه القابض للأوعية الدموية أو المضاد لإضرار البول، كان بيقلل نسبة كمية الماء التي تخرج من الجسم أو يقلل كمية البول، ده بيعمل على
انيبيبات الكلى في عملية إعادة الامتصاص الاختياري. ده بالنسبة للمية. أما بالنسبة للأملاح المعدنية يعمل أيضا على أنيبيبات الكلى هرمون الألدوستيرون للحفاظ على توازن المعادن في الجسم، فبيؤثر على عملية الامتصاص الاختياري في أنيبيبات الكلى، فيمكن أن يتخلص من الصوديوم الزائد في الكليتين وإعادة امتصاص الصوديوم مثلا حسب حالة الجسم. نرجع تاني بقى لهرمونات النخاع، وهو هرموني الادرينالين والنور ادرينالين، وهي هرمونات تعرف باسم هرمون او هرمونات الطوارئ. بتفرز في حالات معينة، تفرز الادرينالين والنور ادرينالين، الافراز بتاعها بيكون طبعا هنا في حالة الخوف والاثارة والقتال. فمثلا قد يجد الإنسان حيوان مخيف أو مرعب، في بعض الأحيان بيزداد إفراز الأدرينالين والنور أدرينالين، فإفراز الأدرينالين هيؤدي إلى تهيئة الجسم لحالة الطوارئ للهروب مثلا، أنا ههرب من الحيوان المخيف ده. يبقى في الحالة دي بهيئ الجسم لحالة الطوارئ. هيهيئ الجسم لحالة الطوارئ إزاي؟ المفروض ان انا عندي اول حاجة يؤدي الى تحويل الجليكوجين المخزن في الكبد والعضلات الى جلوكوز، فيؤدي الى زيادة نسبة السكر في الدم، وده له علاقة مباشرة بارتفاع نسبة السكر في الدم اهو. غير مجموعة السكريات الاحادية، مجموعة الهرمونات السكرية التي تفرز من قشرة القزحية، وغير الثيروكسين اللي احنا قلنا عليهم لهم دور غير مباشر في تنظيم نسبة السكر في الدم. الأدرينالين بيرفع نسبة السكر في الدم من تحليل الجلايكوجين إلى جلوكوز، فإذا زادت نسبة السكر في الدم يؤدي ذلك إلى زيادة وسرعة انقباض القلب، زيادة قوة وسرعة انقباض القلب عشان يكفي الخلايا من احتياجها للجلوكوز والاكسجين. مع رفع ضغط الدم، وفي هرمون تاني بيرفع ضغط الدم، ناخد بالنا قوي من تداخل الهرمونات مع بعض او تشابه عمل الهرمونات. في هرمون اللي احنا قلنا عليه القابض للاوعيه الدمويه اللي هو الفازوبريجن، او هرمون القابض للاوعيه الدمويه او المضاد الادرار البول، كان بيعمل على رفع ضغط الدم. هنا برضو هرمون الادرينالين بيعمل على رفع ضغط الدم. الفرق بين الاثنين، هرمون الادرينالين مؤقت، عمله مؤقت في حالة الطوارئ فقط، اما هرمون الفازوبريجن ده الهرمون المستديم. بيعرف هرمون الادرينالين والنور ادرينالين بهرمونات الطوارئ، بهرمونات الطوارئ. علل الإجابة عندي هنا، لو حد بيكتب أو حاجة هنقولها بالراحة. تعرف يطلق على هرموني الأدرينالين والنور الأدرينالين بهرمونات الطوارئ. ليه؟ لأنهما يقومان بعدة وظائف حيوية في حالة الطوارئ. لأنهما، في ناس كاتبة لأنها لا تفرز إلا في حالات الطوارئ فقط. ماشي، بس إحنا نكمل عليها إجابتنا عشان تكون إجابة نموذجية. نقول لأنهما يقومان بعدة وظائف حيوية في حالة الطوارئ التي يوضع فيها الجسم. إيه هي حالات الطوارئ دي؟ الخوف، الإثارة، القتال، الهروب. فيعملان على 1. زيادة نسبة السكر في الدم الناتج من تحلل الجلايكوجين المخزن في الكبد والعضلات إلى جلوكوز، يؤدي ذلك إلى ارتفاع أو زيادة قوة وسرعة انقباض عضلة القلب ورفع ضغط الدم. تاني، يطلق على هرموني الأدرينالين والنور أدرينالين بهرمونات الطوارئ، أو يطلق على هرمونات نخاع القزحية بهرمونات الطوارئ. الإجابة لأن الأدرينالين والنور أدرينالين يقومان بعدة وظائف حيوية
يقومان بعدة وظائف حيوية. أنت في حالة الطوارئ التي يوضع فيها الجسم. إيه هي حالات الطوارئ اللي بيوضع فيها الجسم بقى؟ الخوف، الإثارة، القتال، الهروب. هي دي اسمها حالات الطوارئ اللي ممكن يتعرض لها الجسم. فيعملان على زيادة نسبة السكر في الدم، وعند ارتفاع نسبة السكر في الدم النتيجة يعني إن أنت طبعا زيادة نسبة السكر في الدم من تحلل الجليكوجين المخزن في الكبد والعضلات، أو من تحلل الجليكوجين المخزن في الكبد إلى جلوكوز. زيادة نسبة السكر في الدم نتيجة تحلل الجليكوجين المخزن في الكبد إلى جلوكوز، ده اللي بيزود نسبة السكر في الدم يعني. فيؤدي إلى زيادة قوة وسرعة انقباض القلب مع رفع ضغط الدم. السؤال التاني، في سؤال تاني ممكن يقول لي علل الأدرينالين يهيئ الجسم لحالات الطوارئ. الأدرينالين يهيئ الجسم لحالات الطوارئ ليه؟ الأدرينالين يهيئ الجسم لحالات الطوارئ لأنه يعمل على زيادة وقوة سرعة انقباض القلب مع رفع ضغط الدم. يعمل على زيادة وقوة سرعة انقباض القلب ورفع ضغط الدم. طبعا معنى كلمة رفع ضغط الدم يعني سرعة وانقباض العضلات في جدران الأوعية الدموية، معناها سرعة انقباض العضلات في الأوعية، انقباض وانبساط العضلات الموجودة في جدران الأوعية الدموية. مع زيادة نسبة السكر في الدم بتحويل الجلايكوجين المخزن في الكبد إلى جلوكوز. وكل هذه التغيرات، يعني التغيرات هي ثابتة احنا قلناها في كذا مرة، كل هذه التغيرات بقى هي دي اللي بتساعد على تهيئة الجسم لحالة الطوارئ اللي أنا هقوله ده. كل هذه التغيرات تساعد عضلات الجسم للحصول على الطاقة اللازمة للانقباض. كل التغيرات اللي هي زيادة الجلوكوز في الدم أو زيادة السكر في الدم مع رفع ضغط الدم وسرعة انقباض القلب، ده كل ده بيؤدي إلى أو يساعد عضلات الجسم للحصول على الطاقة اللازمة للانقباض مع زيادة استهلاك الأكسجين. مع زيادة استهلاك الأكسجين ننتقل إلى غدة البنكرياس. غدة البنكرياس أول حاجة لازم نعرفها في البنكرياس أن البنكرياس غدة مختلطة، أي لها إفراز خارجي وإفراز داخلي. إفرازها الخارجي وهو الإنزيمات الهاضمة. الإنزيمات الهاضمة تفرز من جزء في البنكرياس يسمى الخلايا الحويصلية. خلاص كده، يفرز أو تفرز الإنزيمات من البنكرياس من خلايا حويصلية، تمام. بيصب البنكرياس إفرازاته في الاثنى عشر عن طريق الخلايا القناة البنكرياسية. أما الجزء الثاني من البنكرياس وهو جزر لانجريهانز، جزر لانجريهانز. الغدة المسؤولة عن إفراز الأدرينالين هي الغدة الكظرية أو نخاع الغدة الكظرية، تمام. بالنسبة لغدة البنكرياس هي غدة مختلطة لها إفراز داخلي وإفراز خارجي. الإفراز الداخلي وهو الهرمونات تفرز من جزء يسمى جزر لانجريهانز. أما الإنزيمات وهو الإفراز الخارجي بيفرز من مجموعة خلايا حويصلية في البنكرياس وتصبها في القناة البنكرياسية
او في الاثني عشر عن طريق القناه البنكرياسيه. تمام. الجزر لانجرهانز بتتكون من نوعين من الخلايا. النوع الاول بسميه خلايا الفا، خلايا الفا وخلايا بيتا. خلايا الفا عددها قليل، خلايا بيتا عددها اكثر. الفا بتفرز هرمون الجلوكاجون او الجلوكاجون، خلايا بيتا تفرز هرمون الانسولين، وكلا الهرمونين لهما دور في تنظيم نسبة السكر في الدم. نبدأ بهرمون الأدرينالين. هرمون الأدرينالين الهرمون أو آسف هرمون الأن أو هرمون الأنسولين وهرمون الجلوكاجون بيساعدان على المحافظة على ثبات نسبة السكر في الدم اللي هي من 80 ل 120 ملي جرام لكل 100 سنتيمتر مكعب. ده نسبة السكر اللي هي النورمال في الشخص العادي، لازم تكون 80 على 120 ملي جرام لكل 100 سنتيمتر مكعب. هرمون الأنسولين، هرمون الأنسولين الهرمون ده فيه عليه أسئلة أو حاجات جميلة جدا. هرمون الأنسولين يقوم بعملين متضادين لأداء وظيفة واحدة. تاني، السؤال ده من الأسئلة الجميلة على هرمون الأنسولين. هرمون الأنسولين يقوم بعملين متعاكسين أو متضادين لأداء وظيفة واحدة. فصل. أيوة، الوظيفة الأولى هي الهدم، والوظيفة الثانية هي البناء. الاتنين عكس بعض، ومن أجل وظيفة واحدة وهي العمل الأول عمل هدم والعمل الثاني عمل بناء، وكلاهما متعاكس من أجل ثبات نسبة السكر في الدم أو يخفض من نسبة السكر في الدم. إزاي؟ أولا، الأنسولين مسؤول عن أو خفض تركيز نسبة الجلوكوز بالدم بطريقتين. واحد، الحث على أكسدة الجلوكوز في خلايا وأنسجة الجسم. علل الحث على أكسدة الجلوكوز أو الأنسولين دور كبير في الحث على أكسدة الجلوكوز في خلايا وأنسجة الجسم المختلفة. ليه؟ لأنه ضروري لمرور السكريات الأحادية. جميع السكريات الأحادية بتعبر بالأنسولين، بيحثها ضروري لمرور تلك السكريات عبر غشاء الخلية فيما عدا الفركتوز. لذلك مريض السكر، مريض السكر يسمح له بأطعمة تحتوي على الفركتوز. ليه؟ لأن ليس للأنسولين دور في مروره إلى الخلية. تمام؟ طيب، هو بيحس على أكسدة الجلوكوز يعني إيه؟ يعني بيسمح أو بيحفز امتصاص الخلايا للسكر من الدم، فبالتالي بيقل نسبة السكر في الدم. نمرة اتنين، يتحكم بالعلاقة بين الجليكوجين المخزن والجلوكوز المنفرد بالدم. ازاي العلاقة بين الجليكوجين المخزن والجلوكوز المنفرد بالدم؟ ده في الكبد بيؤدي الى تحويل الجلوكوز الى جليكوجين وتخزينه في الكبد والعضلات، فبالتالي بتقل نسبة الكالسيوم في الدم، بتقل نسبة الكالسيوم، بتقل نسبة السكر في الدم. تمام؟ طيب، إذا نقص هذا الهرمون، لما ينقص هرمون الأنسولين، إيه اللي هيحصل؟ يقل تحويل
الجلوكوز إلى جلايكوجين. الخلايا مش هتسحب السكر من الدم. طب والعمل؟ زي ما بنقول كده بتتحبس السكر أو الجلوكوز ده بيتحبس في الدم، لا الكبد بيسحبه ويحوله لجلايكوجين ولا الخلايا بتسحبه من الناحية التانية عشان تعمل له عملية أكسدة. يعني بيرتفع نسبة السكر في الدم. لما هترتفع نسبة السكر في الدم إيه اللي يحصل؟ يمر الدم على الكليتين فبتخرج كمية كبيرة من الجلوكوز خارج الجسم لأن الجسم مش محتاجها، معنى إن هي موجودة في نسبة السكر عالية في الدم يبقى كده الجسم هيخرجها بره في عند عادة الامتصاص الاختياري، فبتسحب معها كمية كبيرة من الماء، يؤدي ذلك إلى زيادة عدد مرات التبول والعطش لمريض السكر. تمام كده؟ تاني الأنسولين بالدم ده بيؤدي إلى مرض البول السكري. مرض البول السكري، طب هو مرض البول السكري جه نتيجة إيه؟ نفهمها بالراحة مع بعض. هو أنا عندي هنا عندما يقل أو تقل نسبة إفراز هرمون الأنسولين لا يتحول أو يقل تحويل الجلوكوز إلى جلايكوجين في الكبد. معنى كده إن كمية الجلوكوز هتبقى عالية فين؟ في الدم. نمرة 2، الخلايا اللي بتسحب السكر بدأ يقل سحبها لكمية السكر اللي موجودة في الدم. فزي ما هنقولها بالبلدي كده بتحبس كمية السكر في الدم أو الجلوكوز في الدم، فتزداد أو يؤدي ذلك إلى زيادة في نسبة السكر في الدم مما يؤدي إلى مروره مع الدم إلى الكليتين، فبيخرج الجلوكوز ده مع البول ويسحب معه كمية كبيرة من المياه مما يؤدي إلى زيادة عدد أو تتعدد مرات التبول والعطش. علل، يعاني مريض السكر من تعدد التبول والعطش ليه؟ وذلك لإخراج كمية كبيرة من الجليكوز عن طريق الكليتين يصاحبه إخراج كمية كبيرة من الماء فيؤدي ذلك إلى تعدد التبول والعطش. من ناحية تانية قد يؤدي أو في بعض الأحيان يصاب مريض السكر بغيبوبة. ليه مريض السكر هنا بيصاب بغيبوبة في بعض الحالات؟ لإخراج كمية كبيرة من الجلوكوز دون أن يستفيد بها الجسم أو خلايا الجسم وخاصة خلايا المخ أو الجهاز العصبي. والجهاز العصبي ده مش علشان يشتغل محتاج جلوكوز. كمية السكر دي مفيش حاجة، مفيش محفز إن هي توصل للخلية العصبية، للخلايا العصبية حتى تهدم وتعطي أو تنتج طاقة لتلك، فبالتالي خروجها من الجسم قد يؤدي ذلك إلى عدم الاستفادة منها مما يؤدي إلى انخفاض في نشاط الجهاز العصبي ويعمل ذلك على حدوث حالة الغيبوبة. الإجابة عليها هرمون يصاب مريض السكر أحيانا بغيبوبة وذلك لخروج كميات كبيرة من الجلوكوز دون أن يستفيد منها الجسم. قد يصاب مريض السكر في غيبوبة بسبب تعاطي الأنسولين بكمية زائدة اللي احنا بنسميها صدمة أنسولين. تمام كده؟ والحتة التانية، مع عدم وجود السكر كافي في الدم الشخص جائع. تمام؟ فيتم أكسدة معظم السكر في الدم بسرعة أو يتحول لجليكوجين في الكبد والعضلات وأنسجة الجسم الأخرى وبالتالي لا تتوفر الطاقة فيدخل في غيبوبة. تاني الكلام ده تاني، قد يدخل مريض السكر في غيبوبة بسبب حاجتين، زيادة جرعة الأنسولين، أنا اديت له أنسولين بكمية عالية قوي خلاص، فده بيعمل لي حاجة اسمها صدمة أنسولين، وقد تحدث الغيبوبة بطريقة أخرى وهي للشخص بقى الشخص اللي احنا بنسميها الشخص الجائع اللي أنا بقول فيه اللي أنا بقول عليها دي،
أكسدة معظم سكر الدم بسرعة، أو يتحول لجلايكوجين إلى جلايكوجين في الكبد والعضلات وأنسجة الجسم الأخرى، فبالتالي لا تتوفر الطاقة فيدخل في غيبوبة. خلاص كده، يبقى الإجابة الأولى اللي إحنا قلنا عليها، قد يصاب مريض قد بغيبوبة في بعض الحالات. ليه؟ لأن نقص إفراز الأنسولين يؤدي إلى السكر الجلوكوز بالدم لعدم دخوله الخلايا، ليتأكسد. باستمرار هذه العملية، الناس اللي بتكتب معانا، باستمرار هذه العملية تقل الطاقة، اللي هو بيحتاجها الجهاز العصبي، فيدخل المريض في غيبوبة. نقول تاني، قد يصاب مريض السكر في بعض الأحيان بغيبوبة. ليه؟ بسبب نقص الأنسولين يعمل على أو تزداد نسبة السكر في الدم لعدم دخوله للخلايا حتى يتأكسد وتنطلق الطاقة. باستمرار هذه العملية يدخل المريض في غيبوبة. ملحوظة عندي هنا، احنا قلنا قد يدخل مريض السكر في غيبوبة بسبب تعاطي الأنسولين بكمية زايدة اللي بتعمل صدمة أنسولين، أو مع عدم وجود سكر كافي في الدم، يعني مفيش سكر كفاية في دم المريض، أو اللي احنا بنسميه الشخص الجائع، فيتم أكسدة السكر الموجود في الدم بسرعة، أو يتحول لجلايكوجين في الكبد والعضلات، فبالتالي لا تتوفر الطاقة فيدخل المريض في غيبوبة. تمام كده؟ أيضا قد يتأثر الأنسولين بفعل العصارات الهاضمة للبروتين. الأنسولين هو عبارة عن بروتين، والبروتين يهضم في المعدة أو الأمعاء، فإذا أخذ الأنسولين بالفم في بعض الأحيان، خلاص هو إحنا الأنسولين معظمه بيبقى إيه؟ إنجكشن، يعني حقن في بعض، أو جرعاته بتبقى إيه؟ إنجكشن، حقن كده للي بيعاني من مرض السكر الوراثي أو المكتسب اللي هو وصل عنده لحالة المرض المزمن ده. لو أخذ بالفم إيه اللي هيحصل؟ هيهضم الأنسولين في المعدة بسبب العصارات الهاضمة، فبالتالي يكون عديم الأثر. بكده يبقى إحنا وصلنا لشرح هرمون الأنسولين، ومن يعني بكل التفاصيل من كل الأركان. هرمون بقى الجلوكاجون يعمل على عكس هرمون الأنسولين، هو يرفع نسبة الجلوكوز في الدم. إزاي؟ عن طريق تحويل الجلايكوجين المخزن بالكبد فقط، مش العضلات، بالكبد فقط، إلى جلوكوز. تمام؟ طيب، نبدأ بقى نتكلم على الأنسولين والجلوكاجون في وقت جميل جدا، وهو وقت الصيام. بعد أو تناول وجبة السحور، لما هنتناول وجبة السحور، الهضم وامتصاصها ممكن يقعد معايا مثلا فترة أقصاها 10 ساعات. لو أنا هصوم 12 ساعة أو 14 ساعة، من بعد 10 ساعات مثلا مفيش مصدر للجلوكوز في جسمي، مفيش مصدر عن طريق الجهاز الهضمي مثلا، بتقل نسبة السكر في الدم في الوقت ده، بتقل نسبة السكر في الدم، إيه اللي هيحصل؟ وده سؤال مهم جدا لما يجيلي، ماذا يحدث إذا نقصت نسبة السكر الجلوكوز في الدم
وليس الأنسولين، عشان ما نلخبطش نفسنا. في فرق ما بين نقص إفراز الأنسولين ونقصت نسبة السكر في الدم. لما تنقص نسبة السكر في الدم يقوم البنكرياس بإفراز هرمون الجلوكاجون، ليحول الجلايكوجين المخزن في الكبد إلى سكر جلوكوز، فترتفع نسبة السكر في الدم كي تنتظم عشان تبقى في المعدل الثابت بتاعها اللي هي 8/120. تمام كده. بعد الإفطار، بعد المغرب بقى، بعد الإفطار بنتناول مواد سكرية ومواد نشوية بكمية كبيرة، بعد هضمها وامتصاصها بترتفع أوي نسبة السكر في الدم، يعني بتزيد عن 120 وأنا شخص عادي ما عنديش سكر ولا حاجة. تمام. عند ارتفاع نسبة السكر في الدم إيه اللي هيحصل؟ ناس بتكتب على طول مرض البول السكري. غلط، الإجابة بتكون خاطئة. هو إذا ارتفعت نسبة السكر في الدم إيه اللي هيحصل؟ يقوم البنكرياس بإفراز هرمون الأنسولين ليخفض من نسبة السكر في الدم بطريقتين: الحث على أكسدة الجلوكوز داخل الخلايا، و تحويل الجلوكوز إلى جلايكوجين في الكبد. بكده بتقل نسبة السكر في الدم، وده بيحصل للشخص العادي. أما السؤال لما يجي يقول لي إذا نقص إفراز الأنسولين، إذا نقص إفراز الأنسولين ده اللي بيؤدي إلى مرض البول السكري. طب ماذا يحدث إذا ارتفعت جرعة الأنسولين لشخص ما عن الحد المعتاد؟ قد يصاب هذا المريض بغيبوبة لحدوث صدمة الأنسولين زي ما احنا قلنا. هنذكر بعد كده بالهرمونات التي تؤثر على انتظام نسبة السكر في الدم. 1. ثيروكسين له علاقة. الكورتيزون والكورتيكوستيرون له علاقة بس غير مباشرة. الأدرينالين هو هرمون يعمل على رفع نسبة السكر في الدم، وهي هرمون أو ارتفاع مؤقت وقت الهروب أو القتال أو الإثارة أو الخوف فقط. الهرمونات التي لها علاقة مباشرة في انتظام نسبة السكر في الدم هما الأنسولين والجلوكاجون. بشرح الغدة، غدة الأنسولين، غدة البنكرياس، بنكون قد وصلنا إلى نهاية محاضرة اليوم. بشكركم على حسن استماعكم، بشكر الإعداد الفني أو الدعم الفني بالمجهود الرائع لظهور تلك المحاضرة الرائعة بجهودهم وجهود ملتقى الدارين ومعهد دروسك أونلاين. لحضراتكم جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.